كثير علي. عقد المحبة يا ليلى. إذا على الحالة رح تدفع كل اللي بتملكه. ولو يا ليلى، ما أنت عارفة إنه ما في شيء بيغلى عليك. على فكرة عزمت عبد الرحمن على الفرح؟ انت مفكرة والدي رح يترك عمو عبد الرحمن بدون ما يجيبه معه من سويسرا ليحضر فرحنا؟ وخصوصا انه عمو عبد الرحمن شريك الوالد ورفيق عمره. وانت مين عزمتي؟ ما خليت حدا منعرفه الا من عزم. شو كل يوم رح نعمل فرح؟ فستان العرس كيف طالع؟ تحفة، حلو كتير كتير. بس مش احلى من العروس؟ اكيد مش احلى من العروس. بعد في شغلة اهم من فستان العرس. شو هي؟ المفاجأة يلي وعدتك فيها. منروح منشوفها وبرجع بوصلك على البيت وانا بفل على النادي. طيب شو رأيك بالمفاجأة؟ هيدي؟ هيدي سيارة الفرح، هدية البابا لإلنا. ليلى؟ بك شي؟ زعلانة من شي؟ عم فكر بأهلك، محبتهم إلنا. عم فكر بي. ما تفكري بشي يا ليلى. فكري بس بمستقبلنا وبسعادتنا. أهلي كان اعتراضهم بالبداية على زواجنا من حقهم. هودي أهل ولازم يعرفوا بنتهم لوين رايحة ومين بدها تتزوج. وأنت عارفة أنا شو كنت. بس هلا أنت غير أحمد الماضي. هلا أنت أحمد يلي بتحكي فيه كل البلد. بس أمك ما عم بتروح من بالها صورة أحمد الماضي. على كل حال هلا خليني وصلك على البيت لأني تأخرت على التمرين. بعد ما شفت شيء تستاهل. اللي بده يحمل اكثر من حملته بيوقعوا بفك رقبته. شو قصدك يا ماما؟ قصدي خطيبك احمد لو بده يجيب لي كل اغراض الدنيا رايي فيه ما رح يتغير. احمد معه حق، صورة القديمه مش رح تقدر تشيليها من راسك. إلا أن ما كانت صورة بتشغل. بس أنت عارفة إنه أحمد صار مثل لشبابنا بالأخلاق النبيلة والصراط المستقيم. صدق اللي قال الحب أعمى. أحمد لقيني بسرعة يا ماما على مستشفى الحياة. مستشفى؟ خير يا ماما، شو القصة؟ اتصلوا فينا من المستشفى، أخوك سامي وأختك حنان تعرضوا لحادث بالسيارة. ما تخاف يا ماما، الهيئة الحادث بسيط. جاي حالا. كيف الوقت هو فطرينا. وين سامي يا حكيم؟ حصل له شيء؟ طمني ارجوك. سامي بغرفه العنايه. طمني، ربنا سبحانه وتعالى تلطف فيه واخته. فينا نقبله؟ للاسف لا، اعطونا ساعه زمان لبنا منه الاختبارات والفحوصات اللازمه. وحنان يا حكيم؟
طمني ردود بسيطة، بيظهر إنه الصدمة كانت كبيرة عليها، واليوم إن شاء الله بتكون بالبيت. أنا إذا كنت سامي بخير، ما سمعتي شو قال الحكيم؟ ماما، أنا رح أتصل بالبابا. لا يا ماما، ما تشغله باله، كلها يومين وبيرجع من السفر. بس لازم يعرف. بكرة لما بيرجع من سويسرا أنا بخبره، خلي يخلص أشغاله مع شريكه عبد الرحمن. لا تشغل بالك يا أبو أحمد، يمكن الجماعة مش موجودين في البيت ولا شيء. مش منعرف أم أحمد تترك البيت يا أخ عبد الرحمن، وهي بتعرف موعد اتصالي فيهم كل يوم. اتكل على الله يا رجل، انت لا تصير حساس. خلينا نتابع عملنا، احنا وين وصلنا؟ خير يا حكيم. حنان فيها تروح على البيت. وسامي؟ للأسف سامي بحاجة لبعض الوقت، لكن بالنسبة للحادث قطع مرحلة الخطر. يا حبيبي يا ابني. أستاذ أحمد، ممكن تشرف معي على المكتب؟ ما كان ناقصك هالمصيبة يا سامي، ما كان ناقصك يا حبيبي. كيف؟ لو كانت المشكلة متصلة على حادث السيارة كنت قلت لك خذ أخوك على البيت من هاللحظة، إنما المشكلة أكبر من هيك بكثير. مشكلة؟ أي مشكلة؟ تقرير المختبر بيأكد وجود كمية كبيرة من المخدر بدم أخوك سامي. على فكرة في شوية أغراض وأوراق خاصة سامي بحب سلمك إياها. تفضل اوراق سامي الشخصيه، اوراق السياره والمفاتيح، واسف اقول لك المضبوطات الاخرى لازم نسلمها للشرطه. اي مضبوطات؟ كميه المخدر اللي وجدناها بالسياره. لكن نحن علينا الواجب الانساني والباقي شغل القانون. يمكن تكون كميه مدسوسه بسياره سامي. يمكن تكون مدسوسه بسياره سامي يا احمد، انما مش بدمه. على كل حال اطمن، القانون مش اعمى وبيعرف واجبه تجاه حاله من النوم. شكرا حكيم. دفتر شكيت البابا وشريكه. أحمد، الله سبحانه وتعالى وهبنا هالحياة علشان نحافظ عليها ونحترمها. والشيء اللي عجبني فيك إنك بديت تفهم هالحقيقة الكبيرة هذه. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل نصايحك إلي. الآن دمك بدأ يرجع لنقاوته يا أحمد، وعقلك لصفاه. بديت ترجع لنفسك، وهذه تراها نعمة من الله سبحانه وتعالى اللي هداك لهالصراط المستقيم. وأنا راح حافظ على هالنعمة يا عم عبد الرحمن، بوعدك. الله يهديك يا أحمد، الله يهديك وتستمر في هذا الطريق. صار يا سامي خير يا أحمد؟ خير يا ابني، ليش ما بتحكي؟ ماما، بتقدر تاخدي حنان وتروح على البيت؟ وسامي؟ سامي بحاجة لشوية وقت. ليش الحكيم قال؟ ماما أرجوكي خدي حنان وروحي على البيت، وأنا رح أبقى مع سامي. سامي حصل له شيء؟ حقيقة يا ماما، thank you.
هيدا يلي بيعزم خطيبته على الغدا بينطرها أكتر من ساعة، بموتها الجوع، بتجي العالم بتاكل العالم بتفل. أنا آسف آسف يا ليلى، كان لازم خلص تمرين وإجي على طول، بس الظروف ما ساعدتني. أحمد شو بك؟ مش على بعضك أبدا. أحمد أنا خطيبتك، من حقي مشاركتك بهمك إذا كنت مهموم، وبالفرح إذا كنت سعيد. قلي شو بك؟ ليلى، سامي وحنان صار معهم حادث بالسيارة، من هيك تأخرت عليكي لأني كنت بالمستشفى ومرقت على البيت وجيت دغري. كيف؟ شو صار فيهم؟ لا تخافي، الله سبحانه وتعالى تلطف فيهم. حنان أصيبت بردود بسيطة. وسامي؟ سامي مصيبته أكبر من الحادث اللي صار معه يا ليلى. أحمد مش عم بفهم عليك، أخوك صار له شيء وأخذنا على المستشفى. ما تخافي يا ليلى ما تخافي، هلأ بعد الغداء منروح. ولو يا أحمد بصير عندكم حادث من هالنوع ما بتتصل وتخبرني؟ صدقيني مفضيت، نسيت كل شيء لما عرفت بالحادث، وخصوصا بس عرفت من الطبيب عن سبب الحادث. شو السبب؟ سامي يا ليلى، سامي عم يتعاطى المخدرات. كيف؟ أرجوكي هالشي خليه يصير بيناتنا، وخصوصا أهلك. أهلك ما لازم يعرفوا أبدا، هني من غير شي قبلوا غصب عنهم بزواجنا. بس أنت عارف السبب منيح. عارف السبب منيح طبعا، لأني كنت واقع بنفس المشكلة اللي واقع فيها سامي هلا. أحمد ما تعطى الهم، أنا دايما حدك، بس لازم نلاقي طريقة لنخلص سامي من كل هالسموم يلي بجسمه. هيدي السموم لازم كلنا نحاربها بكل قوتنا، هيدا مرض عم بيهدد شبابنا وأجيالنا الطالعة. أنا كنت عارف يا ليلى إنك أصيلة، وإحساسي إنك رح توقفي جنبي. كان لازم تعلموني فور وقوع الحادث وتخبروني كل شيء. وطي صوتك يا عصام، البنت بعدها تعبانه طول النهار. امبارح انا وحاول اتصل بالبيت، مش من عادتك يا ام احمد تترك البيت، مشان هيك انشغل بالي وقلت اكيد في شيء، حطيت حالي باقوى طياره وجيت. المصيبه كانت اكبر منها يا ابو احمد، مهما كانت كبيره كان لازم. انا قلت له هيك لاحمد، انما شو بنعمل، الصدمه جمدتنا. ويلنا حنان، ويلنا سامي، ويلنا شغلك وشغلة بالك مع شريكك. بابا انت عودتنا على الصراحة وعلى الجرأة بمواجهة مشاكلنا. حقيقة يا بابا انا سامعك يا احمد، اللي قدامنا مش مجرد حادث عادي، مش مجرد حادث سيارة وبيخرج منه سامي أو أي إنسان بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين. سامي واقع باللي كنت أنا واقع فيه من 10 سنين، والله سبحانه وتعالى تلطف فيي وخلصت منه. كيف؟ دفتر شركات الشركة؟ مفتاح الخزنة كمان؟ معك حق يا أحمد، احنا مش قدام حادث عادي، احنا قدام إنسان كان حمل وديع وابتدى يتحول لوحش كاسر. مشي معك لوين؟ على المستشفى يا أحمد، سامي أكيد بحاجة لمساعدتنا. ماشي.
طمني يا حكيم، سامي كيفه؟ سامي؟ سامي هرب؟ هرب؟ شو؟ بدك تأجلي يوم الفرح؟ والناس؟ يي شو بدنا نقول للناس؟ بالظاهر متخانقة مع أحمد؟ بالعكس يا ماما، أنا وأحمد عطول متفقين. يا بنتي يا حبيبتي، البنت ما بتصدق أنتين يجي يوم فرحها، ليش أنت بدك تكوني عكس كل البنات؟ ماما بترجيكي خلينا نأجل شهر بس. ليلى أنا مش مستعدة أتحمل كلام الناس، الفرح راح يصير يوم الخميس الجاي وإلا ما راح يصير أبدا، مفهوم؟ اللهم صبرك يا روح، يعني ضروري كل ما شفتيني راي ترفعي صوتك وتهزيلي بدني. وقال الست بنتك بدها تأجل الفرح. سألتيها عن السبب؟ طبعا لا. وشو بده يكون السبب يعني؟ السبب مكتوب هون ومهم كتير. سامي أخو أحمد وشقيقته حنان عملوا حادث بالسيارة. بكفي هيدا السبب ولا بقول لك السبب التاني؟ وكمان في سبب تاني؟ اكتشفوا انه سامي بيتعاطى سموم. شو؟ هيدي فضيحة ما كانت على البال. يا جرصتنا بين الناس، يا جرصتنا بين الناس، بنتي تاخد واحد اخوه مدمن. شو دخل احمد باخوه؟ ما هو كان مثله. يا صابر هودي عائلة، هودي خلينا نروح يفتشوا على بنت غير بنتي. مثل هالوقفة الجبارة وقف ديوجين فيلسوف والعبقر الكبير، هيك وقف مع حاله ومع ذاته. ديوجين طلب من اسكندر ما تنحجب الشمس عنه لأنه ملك الجميع وله حق فيها، إنما أنا بختلف عن ديوجين كتير لأني مش بحاجة للشمس، أنا بحاجة للعتم. بالعتم شوف أكثر. سامي انتهى يا ماليا، ضاع منا، ضاع وضيع حياته معه. شكلي مستقبل، مستقبلكم، شرارتي مع عبد الرحمن الإنسان الطيب يلي أمني على فلوسه وتجارته، شو ممكن قله؟ قله ابني سرق الشركة، ابني أنا، وين ممكن لقيه؟ وين؟ وكيف؟ الشرطة عم بتدور عليه، عم بتدور على مدمن هادي. ولأيمتى؟ يا خسارتي فيك يا سامي. بابا تسمح لي روح فتش عليه، يمكن لاقيه عند حدا من اصحابه. بعد ناقصنا فضايح يا احمد، شو ممكن يقولوا اهل اصحابه اذا بينسالوا عنه بهالوقت؟ طيب نتصل فيهم بالتليفون. يقولوا شو ما يقولوا، ابن الليلي لازم يرجع البيت. الليلي يا عصام الليلي. شو كبير على البحر ما وجهك ماله امان، ما ادري شو في تحتك. انا بعرف الكبير بياكل الصغير مثل السمك، شي غريب، كل شي بيشبه بعضه وكل شي بياكل بعضه. شو البحر الواسع، كل ما غصت فيك كل ما ضعت اكتر. ما عم تعملها؟ مين رمك يا عم؟ انت قد هالبحر؟ شو؟ انت قد هالبحر؟ لوين بدك توصلي؟ للميل على احمد وعلى ام احمد.
وابو ابو احمد حنان سلمي العجل اللي صلون قليلون سافر سافر سافر. صباح الخير. اهلا احمد. تفضل تفضل يا ابني. كنت رايح على النادي. قلت بيجي زوركم وبشوف فيا شوي. اهلا وسهلا. بس حظك قليل، ليلى راحت على السوق مع والدتها. عمي انا كنت جاي احكيك بموضوع. موضوع تأجيل الفرح مش هيك؟ انتوا عرفتوا؟ كل الناس عارفة. الله سبحانه وتعالى يلهمكم الصبر ويريحكم من الهم. أنا بشكرك يا عمي. كان من الواجب تخبرونا يا أحمد. اللي بصيبكم بصيبنا ونحن رح نصير عائلة واحدة. يعني أنا مش عارف شو بدي أقول لك. ما تقول شيء يا أحمد. أنا بدي أطلب منك طلب لمصلحتك ومصلحة ليلى. حاول انك تخفف مشاويرك لهون اللي بينما تتوضح بعض الاشياء. بقدر اعرف شو السبب؟ مرت عمك ماخذ على خاطرها شوي، اتركني انا رتب الموضوع معها. فهمت؟ معلش يا احمد طول بالك، وما تنسى انه ليلى وحيدة امها وبيها، والسنة الناس ما بترحم. طيب وليلى شو رأيها؟ انت عارف ليلى، ما بدها تخسرك. وبالوقت نفسه ما بدها تزعل الماما. طيب انا بستأذن وببقى بتصل بليلى المساء بالتليفون. مع السلامه. ومثل ما فهمتك يا احمد طول بالك، من صبر ظفر. بالاذن. انت عارف شو السبب ونحن كمان عارفين شو السبب، بس ما كان لازم نعرف من الناس، كان المفروض انتو تخبرونا. متأسف. على كل حال اذا بتتفهم انتو ليلى على الغاء الزواج بكون افضل الكو والي. ليلى القرار بيرجع لإلك، واللي بتلاقيه مناسب أنا مستعد أعمله، بس بالأول فكري منيح. عن إذنك. يلا يا ليلى، أنا مين ناطرة؟ بيشبه البشر، الشط حصى فوق حصى، مختلف الأشكال والألوان، شو الازدحام الغريب، ولو دنيا واسعة، لهجة المنافسة ما لها طعم، لا لون، شوفوا محل جديد، في رمل بده يتنفس. لما بتعرف انه سامي صار مطلوب وبتعرف انه البيت مراقب، بتعرف كل هالشيء، مع ذلك مصر انه لازم يرجع على البيت. بتعرف يمكن امك معها حق، الحبس اريح له، اريح له كثير. بجد شريكنا ابو احمد اتصل ولا ما اتصل؟ لا ما اتصلش. طيب الله يخليك اتصل بي علشان اطمن على وصوله بالسلامه. طيب حاضر.
في شي ضروري؟ طيب مع السلامة. شو بده مني؟ بده ياني اشوفه بكرة. ليه؟ ما قال لي. طيب روحي بكرة شوفي، لازم تحاولي توصلي معه لنتيجة. نتيجة شو يا ماما؟ وانت حارف النتيجة، حارف النتيجة. كنت ناوي اطلبك، انما القلوب على بعضها يا اخي. شغلتنا عليك يا ابو احمد، انا حبيت اطمن على وصولك بالسلامة ان شاء الله. كيف؟ تبغاني اجي عندك؟ خير ان شاء الله يا ابو احمد. اخ عبد الرحمن، عندي مشكلة، وجودك هون ضروري. مشكلة؟ خير يا ابو احمد. لما توصل بالسلامة ببقى بخبرك. لا لا لا، ما 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 ينشغل بالك. ولكن مثل ما سبق وقلت لك، وجودك هون ضروري وبأسرع وقت إذا سمحت. زين، أنا بحجز على أول طيارة وأعود أكلمك مرة ثانية. زين إن شاء الله. مع السلامة. أمان الله يا محمد. بهجت، احجز لي الله يخليك على أول طيارة طالعة قبرص. اللهم اجعل خير. احمد، انا ما بدي اياك تصطدم بالماما. ليلى، كل الناس بتمر بظروف قاسية وصعبة، نحن علينا مواجهة الظروف والتخلص منها، مش نستسلم ونضيع. انت عارف يا احمد، انا معك حتى تتخطى هالمرحلة الصعبة اللي عم بتمر، بس كمان ما تطلب مني اوقف بوجه اهلي. استغفر الله. ليلى، انا بتهمي سعادتك واهلك، هني اهلي، بس بدي منك شغلة واحدة، انك تحاولي تهدي امك. امي مثل كل ام بتخاف على مستقبل بنتها. نحن يا احمد لازم نقدر ظروفها. تأجيل الفرح صدمة، خصوصا سبب التأجيل، انت عارف كلام الناس. طيب شو لازم نعمل؟ لازم نقطع اتصالنا ببعض لغاية ما تلاقوا سامي وتهدى الأمور. شو؟ ليلى، انت خطيبتي ومن حقي انه... اسمع مني يا أحمد، انا ما بدي اخسرك، ارجوك اسمع مني. لا يا صابر، لا شي ما بقى ينطاق، شي ما بقى بينحمل. شو هالقيم اللي وصلنا لها؟ الواحد ما بيقدر يمون على ولده. يا حليمي، يا حليمي، خديني بحلمك شوي. ما حدا مطمع على البنت في غيرها. وبشو مطمع؟ لانه بدي اياها توقف جنب خطيبها. ايمتى الزوجه لازم توقف جنب زوجها وتساعده؟ مش بس لما يكون وقع بمصيبه. بعد ما صار شيء خليه يروح يفتش على زوجي غير بنتي. انا بدي بنتي تعيش بعز ودلال، تعيش مع عائله محترمه، مع عائله. شو هالكلام يا حليمه؟ الجماعة محترمين، وأحمد بطل رياضي شهير. إيه، وهلأ صار مشهور أكتر بعد هالفضيحة اللي عملها خيو. يا عيب الشو، الله يرحم اللي قال الولد المشؤوم بجيب لأهله الشتيمة. بس يا حليمة، إذا سامي أخو أحمد مشي بالطريق العقيم، فنحن لازم نوقف جنب أحمد ونقويله معنوياته حتى يكون قدوة لشبابنا، بدل ما نوقف بوجهه ونحطم له إرادته. أنا كل هالحكي ما بفيدني، شف لك طريقة كيف بدنا نخلص البنت من أحمد ونفسخ الخطوبة. شو هالحكي يا حليمة؟ هيدا الحكي اللي بده يصير. أحمد ما عاد إله نصيب بهالبيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. سامي ضاع يا أخي أحمد. ضاع وضيعني معه. احنا ما اقلنا على الله انه احمد يخلص من هالمشكله الكبيره، يجينا سامي. والله يا ابو احمد انك رجل طيب وما تستاهل كل اللي جرى لك، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. هذا اللي حصل يا اخ عبد الرحمن، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل نصائحك احمد اختار الطريق اللي ترضي ربه وضميره. العفو يا ابو احمد،
انت شريكي ومثل اخوي واولادك زي اولادي. المهم الان اننا نشوف سامي وين راح ولكل حادث حديث. اخ عبد الرحمن رايي لا تروح الفندق ترتاح شويه من السفر وبعدين نبقى. لا 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 يا ابو احمد لا، انا اروح الفندق اودي الشنطه وبعدين نتوكل على الله. لكن لا لكن ولا شيء يا ابو احمد، المشكله ما تستاهل التاجيل. مثل ما بتريد، يلا تشوف. عم شوف سامي شيء؟ من وقت صار معه حادث ما عندنا شفناه. طيب ارجوك بس اتصل فيكم تعطوني خبر، وخصوصا اذا طلب فلوس، اوعى تعطوه. ولو يا احمد ما نحن عارفين مشكلته، اول ما نشوفه بعطيك خبر. شكرا. احمد فتش عنه بكل المحلات اللي كان يتردد عليها. وين بده يكون؟ وين عم بينام؟ شو عم ياكل ويشرب؟ هدي اعصابك يا ماما، هلا البابا وعم عبد الرحمن بيتصرفوا. البابا الله سبحانه وتعالى يكون بعونه. شو بده يقول لشريكه؟ ابني سرقك وسرقني؟ ابني زبر امداك وامداي وسرق اموال الشركه؟ شلون تحصل على المفاتيح؟ هذا مش قادر اعرفه يا اخ عبد الرحمن. راجعت الحسابات؟ انا راجعتها. راجعتها مع مدقق الحسابات. سامي عم يختلس اموال الشركة من سنتين. حددتوا مبلغ؟ حوالي 3 مليون ليرة. بما فيها الشركات المزورة. والمصيبة يا أخ عبد الرحمن مش قادر أتصل بالمصرف حتى معقد الأمور بالنسبة لسامي. ومثل ما أنت بتعرف إذا القضية وصلت للعدالة ما بنعود نخلص. وخاصة إنه سامي ملاحق بتهمة سرقة أدوية مخدرة من المستشفى وهربان من الحراسة. وأنا مش عارف كيف بدي أتصرف يا أخ عبد الرحمن. استدعيتك حتى أطلعك على القضية مرة. أنت إنسان شاركني وامنتني على فلوسك وتجارتك، لكن للاسف انا ما طلعت قد هالامين. وحد الله يا رجل، احد الله. الناس للناس والكل بالله يا ابو احمد. هلا الان بنحاول ان نسهل الامور ما نعقدها. طول عمرك شاهم يا عبد الرحمن، طول عمرك شاهم.
وانت انسان شريف وما تستحق كل اللي حصل لك ابدا. المهم احنا نبي نروح نشوف سامي قبل لا يطب في يد البوليس. فتشت عليه كثير يا عم عبد الرحمن، ما في فايدة. اذا نروح للمستشفى ونخليهم يسحبوا الشكوى قبل ما يقدموها. نبدا من المستشفى يا ابو احمد. انت الان تروح للبيت تطمن على اولادك وتطمن على مراتك، وتركني انا والبطل احمد نروح نشوف الموضوع. يلا احمد. الله يكرمك يا عبد الرحمن ويعطيك على قد نيتك. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمعروف والحسنى، وما أظن أن هذه أول مشكلة من نوعها بتواجهكم. سامحنا، عارفينه يا دكتور، هو صحيح أنه الآن بيتصرف بغير وعي ومسؤول، ولكن صدقني يا دكتور هو إنسان طيب ومن داخله نبيل. أنا لا أشك بكلامك يا أخ عبد الرحمن. أنت بتعرف أن الشرطة عم تبحث عنه حتى تساعده مش حتى ترميه بالسجن، وسامي بحاجة لمعالجة نفسية وجسدية حتى يرجع إنسان طبيعي. سيد عبد الرحمن له تأثير كبير على سامي. حضرتك بتعرف إنه هو الوحيد اللي قدر ساعدني لما كنت واقع بنفس المشكلة. المهم تلاقوه. الله عليك. حنا عارفين إن مهمتكم إنسانية ونبيلة، ولكن لي رجاء عندك يا دكتور، إحنا نبغى نسقط دعوة السرقة عنه، لأنك عارف إنه بيتصرف بدون وعي، وكل هذا من تأثير المخدر الشيطان هذا. وانا اوعدك يا دكتور وعد اني اكون وراه لين اخليه يبطل هالدائحه. مهمتك مش سهله ابدا يا سيد عبد الرحمن. معلش يا دكتور، اللي الله سهلها مع اخوه احمد بيسهلها ان شاء الله معاه يا دكتور. انا مستعد لاي تعاون. نحن رح نسحب الشكوى، لكن بحب اذكرك انه الشرطه عم تبحث عنه مشان تساعده، لانه غير مسؤول عن تصرفاته، وبحالته الحاضره بشكل خطر على نفسه وعلى المجتمع. احنا عارفين يا دكتور ان القانون ما هو اعمى، والقانون يا دكتور ما وضع الا لخدمه الناس، ولكن يا دكتور انت عارف والده ووضعه، احنا ما نبغى نعرض والده للتشهير لاي سبب من الاسباب يا دكتور. اتكل على الله يا سيد عبد الرحمن وتصرف بالطريقه اللي نشوفها مناسبه، وانا دائما حاضر لاي مساعده. احنا دائما اتكالنا على الله يا دكتور، وشكرا لك جزيلا على هالفرصة اللي منحتنا إياها وأخذنا من وقتك الثمين. أهلا وسهلا بأي وقت. في أمان الله يا دكتور. شكرا حكيم. العفو يا بطلنا، مع السلامة. اطلبي لي المحامي إذا سمحت. سامي الآن يملك مؤونة مؤقتة من المخدر، ومتى ما راح مفعوله اضطر انه يخرج عشان يدور عليه يمول نفسه او يدور على الفلوس اللي يشتريها. انا مستغرب انه كيف ممكن يستمر بالهرب من غير فلوس؟ كيف بياكل؟ وين بينام؟ اصل المدمن اخر ما يفكر فيه النوم والاكل. الآن انت تروح البيت وتستريح وترتاح وتفكر في الناس اللي كانوا يعطوك من زمان المؤونة هذه. انت بتعرف يا عم عبد الرحمن قديش هالناس هم حذرين وخطيرين. انا عارف اننا بنتعامل مع مجرمين، لكن لا يرتحنا بال حتى العدالة تاخذ منهم القصاص. قصاص يلي ما دفعوه بعد ما حولوني لضحية من ضحاياهم. القصاص يلي صار مضاعف بالنسبة لإلي يا عم عبد الرحمن. احمد، تعرف ان هذه القضية قضيتي انا، وانا سعيد جدا لما خلصتك بعون الله. سعادتي حتتضاعف وتكبر لما اخلص اخوك، ولما المجرمين هذه ياخذون جزاءهم. الان ابغاك توديني الفندق عشان ارتاح، وتخلي الموضوع هذا للصباح، والصباح رباح. يلا مشي. احمد طمني، شو عملتوا؟ شو صار معكم؟ لحد هلا ما صار شيء، وسامي
مش ملاقيينه، بس اتصلت فيكي حتى اطمن عليكي. انت كيفك؟ اشتقت لك. انا كمان، بس هلا المهم سامي لازم تلاقوه يا احمد، لازم. ليلى، الو الو. لانه لازم تعقلي وتفكري باهلك وتفكري بالفضيحه. اي فضيحه؟ هيدا خطيبي. خليه يروح يدور على غيرك. ماما، سيد عبد الرحمن لو سمحت، قل له احمد ابن شريكه عصام عم عبد الرحمن، انا بحاجه لإلك، انت الوحيد اللي ممكن تساعدني. الموضوع كتير خطير، مش لازم والدي يعرف. طيب، راح انتظرك عند الهاتف العمومي بشارع الحريه عزاوي. تمام، مع السلامة. ايش فيك؟ شو اللي جرالك؟ اللي جرالي كبير وحكايتي اكبر يا عم عبد الرحمن. خير ان شاء الله. جعان؟ لا. بدي واجه والدي بالحقيقة بعد ما خيبت له كل أماله فيه. شهادة يلي بعتني على أفضل مدارس بلندن لأخذها ضيعت حيلي يا عم عبد الرحمن. تلاقيت برفقة سيئة، عودوني على المخدرات، صرت مدمن فاشل، انتهيت، كل حياتي انتهت. بالعكس أحمد، أنت ما انتهيت، أنت ابتديت. واتصالك بي واعترافك بخطأك هذا شيء جيد وجميل، ويجب أنك تعترف لنفسك علشان أنا أقدر أساعدك يا أحمد. ثقتي كثير كبيرة فيك يا عم عبد الرحمن، ساعدني أرجوك أرجوك. أحمد، الاعتراف بالخطأ فضيلة، وأنت اعترفت بخطأك، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. اتجه لله سبحانه وتعالى، هو اللي بيحل مشكلتك. اقرأ كتابه العزيز ينور بصيرتك ويدلك على الخير. الخير يا أحمد اللي هجرك بعد ما هجرته،
بعد ما لقيته داوي نفسك واتجه بقلب مؤمن وجسم سليم. العقل السليم في الجسم السليم يا أحمد، والإيمان هو غذاء الروح. كان مستقبل كبير كنجم رياضي بكرة القدم، ضيعته. كان لازم أخذ الماجستير بالهندسة، كمان ضيعته. كله بيجي يا أحمد وكله جاي، متى ما انتبهت لنفسك وراعيت نفسك وتخلصت من هذا السم القاتل اللي يرعى في جسمك، ربنا سبحانه وتعالى ما راح يخيب لك رجاء ابدا. احمد خذ هذا المبلغ مشي حالك فيه حتى اقابل الوالد واتفاهم معه. لا ارجوك. معليش معليش يا احمد معليش، انا اعرف كيف اتكلم مع الوالد. انا ابغى اتكلم معه علشان ترجع للبيت. لازم ترجع لاهلك، ترجع لبيتك، ترجع لناسك. احمد انت بحاجه للبيت في اي وقت مضى، انت في حاجه لهم يا احمد. معلش انتبه على حالك. ها مع السلامه. مع السلامه. سوزي؟ ما غيرها؟ أنت متأكدة؟ مثل ما شايفني وشايفتها، كان سامي ياخذ منها علبة مثل اللي أخذها شكري. أنا ما كنت أعرف ليش. شكري طالب؟ لا، بيشتغل بمطعم قدام الجامعة، الكل بيعرفوه. شكرا يا حنان، أنت قدمتي لنا خدمة كتير كبيرة. مرحبا، غرفة 401 لو سمحت. عم عبد الرحمن، أنا أحمد. وبعدين على فكرة ترى مهمتنا ما احنا نلقى القبض على سامي أو من كان السبب في ضياعه، لا يا أبو أحمد، هذه مهمة الشرطة يا أبو. الله يبارك فيك يا أخ عبد الرحمن. ما أدري كنت أبغى منك شيء، ما أدري وشو. تذكرت. أبغاك تجند لي اثنين من الموظفين يكونوا أقوياء وفي نفس الوقت أذكياء. المكتب وجميع الموظفين مش رح يكون قدامهم غير هالمهمة لغاية إنقاذ سامي ومساعدته على تجاوز هالمحنة القاسية. أحمد. نعم بابا. حضر اجتماع لجميع الموظفين، خلي الأخ عبد الرحمن يختار الرجال اللي بده اياهم. حالا. ما ادري يا ابو احمد، ما تعتقد ان احنا الاباء في عنا السبب الكبير في ضياع الابناء، خاصه وهم يعيشوا في عصر مليء بالاغراءات والاوهام؟ صحيح صحيح طال عمرك يا عبد الرحمن. عفوا انا ما ابغى اتهمك لا سمح الله، لا، لكن انت عارف أنت سفراتك كثيرة واهتمامك بالعمل أكثر، وهذا ممكن تكون يعني شيء من السلبي لأولادك. فأنت عارف هالجيل هذا
إذا ما يحصل أحد من آبائه يوجهه توجيه السليم ممكن لا سمح الله يضيعه. والولد عنده مشكلة مهما كانت صغيرة لكن مع الأيام هتكبر. فأنا يعني عندي وجهة نظر لو أنه مثلا تأخذ لك إجازة وتريح وتنتبه لأولادك. بالنسبة للعمل لا تشيل له أيام، أنا بتولى العمل وبحافظ عليه حتى ترجع إن شاء الله أنت بالسلامة. المهم أنك تروض بالك وتنتبه لأولادك في هالفترة. ما معك حق يا أخ عبد الرحمن، بظن أني بحاجة لها. وأولادك أيضا بحاجة لها ولك يا أبو أحمد. أنا عبد الرحمن الموظفين بانتظارك. أوكي يلا بإذنك يا أبو أحمد. بأمان الله. يا رب تهدي ولدي للحق وللطريق المستقيم، اعفي عنه يا كريم واعفي عنا يا رحيم. اللهم يحرسك يا ابني من كل بلاء ويبعد عنك عذاب الدنيا والآخرة. اهدي يا رب، انت السميع العليم، انت القادر العظيم يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طول بالك يا ابني، ما بصير غير كل خير. بارك الله فيك يا عمي، أنا كنت عارف وواثق إنك رح توقف جنبي. اتكال على رب العالمين، أنت بتستاهل كل خير يا أحمد. شكرا، عن إذنك. مع السلامة. شو بده منك؟ ها انت عارف منيح شو بده. وعدته بشيء؟ هادي شوي يا حليمة هادي. خير. احمد من الشباب المؤمنين الماشيين على الصراط المستقيم، هيدا صحيح ولا لا؟ صحيح. احنا من واجبنا كأهل انه نحافظ على الشباب امثال احمد ونأمن لهم المستقبل اللي يليق بكرامتهم، صح؟ صح. المعنى انه من غير المعقول نتخلى عن احمد ونطلب منه يدفع ثمن اغلاط غيره. الناس لبعضها يا حليم. احمد وليلى اتفقوا على الزواج على سنة الله ورسوله الكريم، ونحن واجبنا نوقف الى جانبهم ونساعدهم، لانه واجب الاهل السهر على ابنائهم تيساهموا ببناء جيل صالح. أما إذا كنا أنانيين ومتشبصين بالرأي ووقفنا ضدهم منكون عم ندفعهم للياس، وهيدا مش من شيء من الناس الصالحين. شو بدك ياني أقول لك يا صابر؟ قول اللي فيه الخير يا حليمة. يا صابر أنت عارف إنه ليلى وحيدتنا، ما عندنا غيرها.
ليلى بنت عمري ربيتها بدموع عيني لصارت صبيه، بدي اياها تعيش بامان. اللهم اجعله خير يا رب. ليلى يا ليلى. نعم بابا. والدتك عايزتك شوي. نعم ماما. احمد خطيبي. احمد؟ شو بي احمد؟ احمد بألف خير، ومن هلا ورايح صار فيك تتصلي فيه وقت اللي بيعجبك. انا متاسفه يا بنتي، انا كنت غلطانه، ومن هاللحظه احمد صار له ام تاني اسمها حليمه. يا حبيبتي يا ماما. ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم انت واحمد ويبارك زواجكم يا بنتي. ماما. زمان وانت تستعمل السم هذا؟ لا لا. من متى؟ من شهر. جيد، يعني توك بادي وشفائك ان شاء الله قريب. بس قبل ما نخش احنا في الموضوع هذا وناخذ ونعطي، ابغاك تساعد معنا، والا حيكون وضعك سيء مع البوليس، فاهم؟ خاصة وانت تستعمل السم القاتل هذا. هذا سامي. ما عرفتيني؟ سامي؟ ومين سامي من غير شر؟ ولو يا سوزي؟ عفوا، شو بتريد يا استاذ سامي؟ المعلوم يا سوزي. مش حامل فلوس، بكره بدفع لك قد ما بتريدي. مين هيدا يا سوزي؟ واحد شحاد يا وديع، روح احسن ما يشوفك زوجي وديع، لانه عصبي ومزاجه حاد. ما بحب هالمناظر. أرجوك يا سوزي، موني صغيرة بس هالمرة. أرجوك بس هالمرة، بكرة بجيب لك مصاري قد ما بدك. أرجوك أرجوك. بترشح حالين اليوم، خد. سوزي هذه انت تعرفها شخصيا؟ لا شكري بيعرفها. مين شكري؟ شكري اللي بيشتغل بمطعم الجامعة اللي خبرتنا عنه حنان. وسوزي امتى تقابل شكري؟ ما إلى وقت محدد. اسمع يا فايز انت وسعد، انا ابغاكم تراقبوا لي شكري مراقبة دقيقة. ابغى اعرف من وين يجيب مصدر هالمخدرات هذه،
وما ابغاه يعرف انكم تراقبوه، مفهوم؟ يبدو ان الامور ماشيه حتى الان تماما. يلا مع السلامه. انت بامكانك تروح لبيتكم، واملي كبير انك تكون التجربه هذه فادتك يعني. بس اسمع، انا ما ابغاك تقول عن اللي شفته واللي انت سمعته اي شيء، سامع؟ مهما حصل باكد لك انك خدمتني خدمه كبيره. شكرا. الشكر لله اللي هداك، مع السلامه. منيح يا احمد، واللي راح تعمله اكثر من جيد كمان. ليلى، ما بعرف ليش حاسس انه رجوعك لإلي ووقوفك جنبي راح يخليني انجح بالمقابله بكره على التلفزيون. شد حيلك وبيض وجنا وما تنسى تعمل سيشوار لشعرك حتى تصير تشبه الممثلين. رح دائما اتذكر على طول انه خطيبتي الحلوه عم تتفرج علي وعم تضحك. انا واثقه يا احمد من نجاحك، وحاسه بانه رساله رح توصل لسامي. انا كل همي يا ليلى هو وصول هالرساله لسامي وللشباب الضايعين مثله. ما تخاف، يلي ماشي بطريق الخير والصراط المستقيم لازم ينجح، لازم ينجح لاحمد. معك حق، وانت يا ليلى بتعرفي قديش صار لي عم ببحث عن سامي بكل مكان، وخصوصا بالمطارح اللي كان يتردد عليها على طول. وعمو عبد الرحمن على اتصال دايم بالشرطه. والحقيقه يا ليلى عندي شعور انه الشرطه عم تراقبني. عم تراقبني ليش؟ هن مفتكرين انه راح وصلهم على المطرح اللي موجود فيه سامي. ليش عمو عبد الرحمن اتصل بالشرطة؟ نعم، بفتكر هيك اللي حصل. القضية ما عادت قضية سامي، القضية أكبر بكثير. قضية جيل من الشباب غافل عن تقاليده وعن أصالته. قضية جيل ضايع وبحاجة لمين يوجهه ويعرف حقيقة. والمصيبة يا مجرمين بلا ضمير عم بيحاولوا يستغلوا ضياعه ويسمموا له عقله وجسده بالمخدرات. حسابهم عسير عند رب العالمين. لازم نلاقي سامي، لازم نلاقيه حتى نساعده ونخلصه من هالشر اللي وقع فيه. لازم يكون في طريقة حتى نلاقيه. نائلة، حنان مش على بعضها. سامي مش بعيد عنا يا أحمد، أنا متأكد إنه بمكان قريب وقريب كتير. بابا، أنا الليلة عندي مقابلة بالتلفزيون، ليش ما بوجه رسالة لسامي حتى يرجع البيت؟ رسالة؟ كيف ممكن يشوفها أو يسمعها؟ عندي إحساس إنه راح توصل له بطريقة من الطرق. بابا، خليني أستغل آخر فرصة لإلي للاتصال بسامي. هالمقابلة مع نجم الكرة الشهير أحمد عصام سعيد، الشاب العصامي يلي صنع نفسه بإرادته الصلبة وتصميمه الرائع وإيمانه الكبير. لكن خسارة يا أحمد، خسارة هالمقابلة تتحول إلى رسالة فضيحة تشهر بصحبها وتعرض له اسمه ومستقبله للخطر. واضح يا بابا إنه مش رح تكون رسالة عادية، مش رح تعرض لي اسمي ومستقبلي للخطر. رح تكون رسالة فوق العادي لجيل عم بيعاني من المشاكل فوق العادي. أنا من الأشخاص يلي مروا بهالتجربة القاسية وانحرفوا عن الطريق القويم. كنت ضحية من ضحايا المخدرات. كتير منكن بيعرفوا قديش عانيت حتى تخلصت من هالسم القاتل، وبيعرفوا كيف رجعت استعدت اسمي وبطولتي. المخدر عدو شرس لئيم، غريب عن حياتنا وتقاليدنا وأصالتنا. لازم نوقف كلنا وقفة واحدة حتى نحاربه. وأنا بكل تواضع حبيت انتهز هالفرصة حتى أدعي كل مخلص ببلدي للانضمام إلي لتأسيس هيئة لمكافحة المخدرات ومساعدة أجيالنا وتوعيتها وتعبئتها ضد هالعدو الشرس. ومركز الهيئة رح يكون
نادي كرة القدم اللي انطلقت منه أنا كبطل رياضي. قبل ما أنهي الرسالة واللقاء معكم، بحب وجه كلمة لخيي الحبيب ضايع سامي. سامي، وين ما كنت كيف ما كنت، بتمنى تسمع هالرسالة، لأن في قلوب عم تتعذب كرمالك ونطرتك ومستعدة تساعدك وتوقف حدك. سامي، شعل بيتك لوالدتك لوالدك لشقيقتك اللي بتحبك لشقيقك أحمد. سوزي في المستشفى تحت العلاج، المشكلة انها متورطة في توزيع المخدر. الشرطة القت عليها القبض وهي بتوزع كمية كبيرة من المخدرات وتعطيها لشكري عشان يوزعها، ولكن إرادة الله شاءت أن يلقى عليها القبض قبل أن توزع هذا السم للضحايا من الطرف. يعني القضية خرجت من إيدنا وأصبحت بإيد الشرطة. يا أبو أحمد، أنت عارف إحنا لا يمكن نحل محل الشرطة إطلاقا، كل ما في الأمر إحنا عنصر مساعد له. الله يبارك فيك يا أخ عبد الرحمن، بالحقيقة نحن عم نتعبك معنا. أبدا ولا تعب ولا شيء، كل ما في الأمر إننا ننتظر نتيجة التحقيق فقط. أنا واثقة إنه سامي امبارح شاف المقابلة على التلفزيون. بلشت أمك تحلل وتدلل. فيك تخبرينا يا حليمة كيف سامي شاف المقابلة؟ بابا ما تزعل الماما، أنا كمان واثقة مثل الماما. أنت وأمك حماسكن لأحمد هو اللي عم يحكي. للحقيقة يا صابر، أحمد كان قد المقابلة، الكلمة اللي حكيه بهز كل ضمير. هيدا أحمد. كيف عرفتي؟ قلبي يا ماما هو اللي قال لي. ولك سلامة قلبي. اهلا احمد. مرحبا ليلى. شو ماما حزرت؟ شو حزرتي؟ انك جاي. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك يا ابني، تفضل. شاي ولا عصير؟ من ايدك كل شيء طيب. شكرا.
طمنوني، شفتوا المقابلة؟ شفناها وبس، شي بيبيض الوش. هذا من لطفي. هيدي الحقيقة يا ابني. كل الناس كانوا عم بيقولوا هذا خطيب ليلى. شكرا. وسامي. سامي ما بعرف، بتمنى تكون وصلت له الرسالة. أنا قلبي حسسني إنه وصلت له. وأنا كمان. الله سبحانه وتعالى يهدي سامي ويرده على بيته ويوقع اللي كان السبب بمصيبته بين إيدين العدالة. وين بدهم يروحوا يا عمي؟ مصيرهم يوقعوا، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. اللي بيقدر يتعرف على طريق الهداية والصراط المستقيم بينتصر على الشر مهما كان كبير. اللي بيفتح قلبه وعقله على كلام الله سبحانه وتعالى بتوصله الهداية للصراط المستقيم، وبصير إنسان بيستحق الحياة والحياة بتستحقه، وبصير إنسان بيستحق الحياة والحياة بتستحقه، بيستحق الحياة والحياة بتستحقه. الأشخاص اللي مروا بهالتجربة القاسية وانحرفوا عن الطريق القويم، كنت ضحية من ضحايا المخدرات، وكتير منكم بيعرفوا قديش عانيت حتى تخلصت من هالسم القاتل. المخدر عدو شرس، لئيم، غريب عن حياتنا وتقاليدنا وأصالتنا. لازم نوقف كلنا وقفة واحدة حتى الحيط. سامي، وين ما كنت كيف ما كنت، بتمنى تسمع هالرسالة، لأن في قلوب عم تتعذب كرمالك ونطرتك ومستعدة تساعدك وتوقف حدك. سامي، رجع لبيتك، رجع لوالدتك، لوالدك، لشقيقتك. سامي، سامي، رجع لنفسك. ايوه يا اخ عبد الرحمن، عندي لك اخبار مفرحة يا ابو احمد. اي ابشرك ان الشبكة كلها الشرطة القت عليها القبض، وسوزي وزوجها اعترفوا بهذا كله. خير يا عصام؟ قبضوا على كل اللي كانوا سبب بضياع سامي. وسامي لغاية اللحظة مش مبين.
أحمد سامي ما سامي حبيبي سامي مبروك يا سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم.